السلام عليكم. عشان تشغل ميد جورني انت لازم يكون عندك ديسكورد، يبقى عندك حساب على ديسكورد، ومن هنا بتقدر تختار الميد جورني وتبدأ بعد كده تكتب الامر اللي انت عايزه. طبعا اشهر حاجة هي ايماجين، ان تقول له عايز اتخيل، تمام، وتكتب له مثلا عايز اتخيل كات بوي مثلا، تمام. طيب في ايه تاني؟ في ممكن تقول له هيلب، ان انت عايز تعرف شوية معلومات عن الميدجورني نفسه، تمام. طيب في ايه تاني؟ او يقدر يديك ملحوظات والحاجات دي كلها، ممكن يديك ديسكريبشن. طيب في ممكن تقول له ايه تاني؟ ممكن اقول له هنا ان انا عندي مثلا عايز فاست، بس طبعا فاست هيعملها لك بفلوس اكتر، او يعني هيخصم منك نقط اكتر. وممكن تقول له ريلاكس، ريلاكس يبقى هيقلل في حساب، لانه بعد فتره هيقول لك لا خلي بالك انت ايه خلصت الرصيد بتاعك. ممكن تقول له ريلاكس بس هياخد وقت اكتر، تمام، ريلاكس كده اتحولت لريلاكس مود، تمام، فياخد وقت على ما يعمل لك حاجات. ده هو الكات بوي اللي احنا اخترناه. تمام، تخيل انت اخترعت شخصيه جديده، تمام. طب بعد ما اخترعناها لو في صوره فيهم عجباك هتقول له مثلا انا عايز الصوره رقم واحد مثلا، تمام. ممكن تقول له اوجد لي صوره تانية، تمام، هيبدا يجيب لك، هيكبر لك الصوره رقم واحد اكتر. وممكن تقول له برايفت او بابليك. برايفت يبقى الحاجه دي محدش يشوفها غيرك، او بابليك الناس كلها تشوف الشغل بتاعك. دلوقتي انا هرجع للفاست مود، تمام، مش الفاست فود، فاست مود، تمام، على اساس يخلص الامر بتاعتي. طيب لو احنا قلنا له ايماجين، تمام، ممكن اديله مثلا زي ما قلنا مثلا انت مان مثلا، تمام. طيب بس كده لا، انت ممكن تحط حاجات كتير قوي. ممكن تقول له مثلا بيتا، يبقى انت كده بتجرب خوارزميه جديده، ماشي. ممكن تقول له اتش دي، دي خوارزميه للحصول على دقه اعلى. ممكن نقول له اثبت على اساس ان نسبه العرض للارتفاع اثبت، تمام. كل دي متغيرات بتسهل او بتخصص او بتديك الحاجه اللي انت عايزها، تمام. طيب ممكن تقول له مثلا انا عايز ال W، يبقى انا عايز ان العرض بتاعي مثلا 20 مثلا او 300 مثلا، تمام. فبتحدد العرض. طب والهاي تبقى اتش مثلا، تمام. ممكن اقول له انا عايز اعمل سيد مثلا، اللي هو بيأثر على جميع الصور بنفس الطريقة، تمام. ممكن تقول له ستوب، يعني وقف الجنريشن بتاع الصورة. ممكن تستخدم حاجات للإنارة، أبلايت مثلا، أو أنا عايز مورنينج، أو تقول له مثلا ده أنا عايز الصورة دي كرتون، تمام. كل دي متغيرات بتتحكم في جودة الصورة بحيث إن هي تديك أفضل صورة، تمام. ممكن تقول له فيديو، يعني يسجل لك البروجريس اللي هو بيعمل بيه الفيديو، تمام. ممكن نقول له الفي اللي هو المود. ممكن تقول له مثلا الفي هيت، تمام، في 4 ده اخر حاجه موجوده، في 4 بدا يعمل لي الصوره هيت لسه بتتكون. مديني 4 اقتراحات تقدر انت تختار افضل صورة فيهم، تمام. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين الصورة رقم 3، تبدأ بقى يكبرها لك عشان انت تبدأ تشتغل عليها. بالشكل دوت.